أتي الحداش ليوم الأربعاء يكون مع المستهلك، واليوم نتحدث عن مؤسسة حماية المستهلك. غنتعرفوا أكيد على ما هو تعريف أو ما هو المقصود مؤسسة حماية المستهلك بعد قليل، رفقة الأستاذ العربي أمهين، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس أكدال شعبة علوم التدبير، أيضا الأستاذ العربي أمهين رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمدينة وزة وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالمغرب عامة. مرحبا بك أستاذ. شكرا. إذن قبل ما نتكلم على موضوعنا، كنذكر مستمعينا بأنه يمكن لهم المشاركة معنا وطرح الأسئلة والتفاعل معنا في موضوع اليوم عبر الرقم 05-37-70-59-39. أستاذ العربي أمهين، مؤسسة حماية المستهلك يعني أن حماية المستهلك تولي مؤسسة أو لا يولي قطاع عمومي، ماذا تقصدون بذلك؟ شكرا والسلام عليكم. مرحبا. مرحبا بالمستمعين الكرام وبالمستهلك. نعم. ومن اللي كنقول مرحبا بالمستهلك ففي الحقيقة مرحبا بالشعب المغربي كامل، لأن ما كاينش واحد اللي ما دخلش في هذه الخانة إن لم أقول بالمستهلك هو العالم ككل. موضوع ديال مؤسسة حماية المستهلك اليوم كان عندي نوعا ما التأكيد على هذا من بعد ما جرينا واحد العدد ديال الحوارات ولقاءات لا على مستوى المستوى الجمعية ولا على مستوى مجموعة من الدوائر في المغرب فاعلين في القطاع، لأن احنا الجامعة كتضم 52 جمعية على الصعيد الوطني. نعم. وبالتالي كان عندنا برنامج اللي حاولنا أننا باش نوحدوا الرؤية ديالنا ونعرفوا أكثر بمفهوم حماية المستهلك. ألور جات المسألة ديال مؤسسة حماية المنطلقة من واحد الواقع. نعم. هو أن هناك مجهودات كبيرة اللي تبدلت من طرف واحد العدد ديال المتدخلين، منهم الإدارة العمومية الدولة ومنهم الجمعيات، ولكن كيبقى وكما اعترفت الإدارة في أحد اللقاءات أن العمل ديالها كيبقى محدود نظرا لمحدوديات الوسائل. إلى ما خانتنيش الذاكرة قالوا أنهم عندهم تقريبا ما يقرب من 1000 مراقب على صعيب أنه يغطيوا جميع التراب الوطني. فكان عندنا رأي في هذا الموضوع، وهذا واللي تطلب المساهمة ديال المواطن، مساهمة المجتمع المدني. مزيان. يعني المجتمع المدني يعني يولي ما يبقاش قوة اقتراحية فقط، ولكن يولي قوة ذات فاعلية. هذا ما نطلبه. نعم. هذا ما نطلبه، ولكن باش يمكننا نمروا من هذه العملية هذه لابد من مؤسسة حماية المستهلك، لأن حاليا المجتمع المدني عبر الجمعيات ديالو التدخل ديالو كيقتصر في الملاحظة والتبليغ. نعم. هنا إذا سمحتي أستاذ كنتكلموا بشكل عام، لأنه كاين بعض القطاعات اللي بغض النظر على أنه المستهلك كهذه الكلمة، لأنها راه كلمة شمولية، ملي كنقولوا الاستهلاك راه المستمع الآن كيستهلك الاستماع للإذاعة، فيعني صعيب أننا نشملوا جميع القطاعات، ولكن كاين قطاعات اللي الدولة خلقت لها حماية، مثلا يعني المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لونسا اللي تخلق في 2010 أعتقد أو في 2011، أنتم أدرى، فهذا يعني شمل واحد القطاع، القطاعات الأخرى يمكن جاية في الطريق أو ماذا؟ هذه عمليات جزئية جزئية محدات لواحد محدودة، لأن ما كما قلت أن هذا الشيء كامل ما كيتعداش فيه تقريبا 1000 مراقب، هاد المراقبين ما يمكنش يغطيو التراب الوطني كامل. ثم أن مختصين في ميدان معين. ثالثا أنهم هاد المراقبين واللونصة بما فيهم هذا ما كتشمل غير الشركات أو المواد المرخصة والمواد اللي عند اللي خاضعة، في حين أننا في المغرب كاين 1,234,000 وحدة إنتاجية غير مهيكلة، وبالتالي غير خاضع على هذا الرقم. نعم. يعني ما لأن ملي كنقولوا غنراقبوا شي واحد اللي معروف اللي مرخص ليه اللي مرخص ليه اللي أما حنا كنقول لك كاين 1,234,000
و234 وحدة إنتاجية اللي ما معروفهاش، ما عندهاش الهوية. وشنو كتنتج مختلف المواد؟ كتنشط في جميع الميادين. نعم. من المواد الغذائية، البناء العشوائي، نعم، التدريس، الصحافة. لأن هنا كنتكلموا على القطاع الوصي اللي هو غرفة أو وزارة التجارة والصناعة. نعم، ولكن هذا القطاع في حد ذاته ما كيشمل غير القطاع المهيكل. واضح. القطاع الغير مهيكل طاغي، وهو اللي كيأثر سلبا لا على الاقتصاد ولا على المستهلك ولا نسميه الكونتربوند بطريقة أخرى. نعم. إذن ملي كنقولوا المأساسة، فنخرجوا من نطاق ديال النضال. ما نبقاوش حنا غير مناضلين، حنا كل مواطن من رأى منكرا فليغيره ولو بقلبه وذلك أضعف الإيمان. ما نبقاوش غير في هذا المستوى هذا. لازم أن توضع مؤسسات، لأن المؤسسة هي اللي كتضمن الاستمرارية ديال حماية المستهلك وتجديد ديال طرق حماية المستهلك. نعم. ناخذ مكالمة هاتفية لو سمحتي أو مكالمات. معنا كبداية سي مصطفى من فرنسا. مرحبا بك مصطفى، أو مصطفى من بني ملال، عفوا. سي مصطفى مرحبا. نعم أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام أستاذ. أهلا وسهلا. الله يجزك بخير. مرارا وتكرارا تسمعوا البرامج بحال هكا ديال الاستهلاك وديال يعني محاربة الناس اللي العشوائيين في الاستهلاك. أنا عندي سؤال واحد. يعني عندنا الأستاذة هنا بني ملال، كاين واحد البلاصة هنا في سويقة كالسويقات اللي كاينين في المدن وسط السنتر ديال بني ملال، سميتها الغديرة الحمراء، يعني عامرة بالمجازر، داك الشيء الجزار بزاف، يعني تحداو السلطة وتيبيعوا داك الشيء، يعني تيطبعوا الرسوم وتيبيعوا داك الشيء، يعني لدرجة الميت. هذه راه حقيقة أنا تنقولها. نعم. يعني تيبيعوا يعني داكشي يعني البهايم اللي ميتين في الكوارة وتيجيبوا، ما كاينش شي مسؤول اللي يدخل. ولا سؤالي انا، نعم، يعني يا استاذ، بالنسبه عندي صديق قرا معايا في السكوندير وانا في عمري 53 عام، يعني ومات مؤخرا بواحد الكاسكروت في الشارع، يعني في الشارع ديال مدينه بني ملال والسونتر كبير كالو وهو يموت. يعني ماني المسؤول استاذ، شكون هو اللي مسؤول؟ عد من فين غادي نتجهوا؟ نعم. يعني ما كاين تشي اتجاه أستاذ المنتجو تنتجه للسلطة، تيقول كثير يعني ما تشي واحد ما مسؤولة أستاذ، بين لينا عد من غادي نمشيو، عد من غادي نحط الشكاية ديالنا السيد راه توفى، ولكن حنا بغينا الناس اللي عطاو هذاك الكاسكروت. يعني راه بقى فيا الحال هذاك السيد قرا معايا مسكين وتوفى بكاسكروت هنا، ولا مبالاة وما كاين حتى شي مسؤول. انا واحد المرة شفت في رمضان استاذة، يعني المراقبة مرة وحدة تتخطى دوك الناس اللي تيحطوا في الشارع، تتخطاهم برجليهم وتيدخلوا عند السيد اللي مرقص ليه، تيراقبوا تيدوزوا يشوفوا راقبوا، وراه تيشوفوا الناس مفرشين في الشارع. حنا بغينا نشوفوا شكون المسؤول على هذه الوفاة ديال هذا الصديق هذا. نعم. اللي كان كاسكروت في الشارع وتوفى. شكون؟ نعم. شكرا سي مصطفى من بني ملال، شكرا جزيلا. شكرا وشكرا على التدخل، وحقيقة كنت أسفون هذا الوفاة، وبالتالي اللي كان هضروا على حقوق حماية المستهلك، فحمايته من هذه الأنواع ديال الجرائم اللي كيعاني منها المغرب وكيعاني منها المجتمع ككل. نعم. لأن ملي كنقولوا حماية المستهلك ماشي غير حماية الشخص، فحماية المجتمع ككل في بدنه وفي ماله شخص الأفراد. وهاد الجريمة هذه كتذكرني بواحد الجريمة اللي بقي المغرب كيجور الديون الخيبة ديالها، هي جريمة ديال الزيت المسمومة. نعم. اللي شوف شحال من عام ولا زال المغرب كيأدي الفاتورة ديال هذا العمل الإجرامي. نعم. إذن هنا سي مصطفى كيتسأل. نعم. الوجهة ديالته فين غيمشي، عند من غيمشي، شكون لمن غيشكي؟ احنا فهاد المسألة هذه كاينه لونساك، هي اللي يمكن له يتصل المكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية، وكيمكن له يتوجه لأحد الشبابيك ديالنا، لأن عندنا احنا شبابيك عبر التراب الوطني. يمكن له يتوجه المجتمع المدني، وكاينه جمعية في بني ملال نزودوا بالرقم ديالها. وكاين يعني القطاع العام اللي نعم. هو لونسا. ولكن راه ربما كتطلبوا بانه دليل، رغم ذلك احنا على ان داك السيد راه كلا عند هذاك. رغم ذلك كيبقى العمل ديالنا هو عمل
كما كنقولوا عمل تطوعي، عمل نضالي، غادي نديروا الشكايه ديالنا وغنتبعوها، لان حنا مازال ما وصلناش للمستوى التقريري. وهذا هو محور حديثنا، انه ما تبقاوش قوه اقتراحيه وتبقاو ندوزو نوليو نصبحوا حتى حنا كنشاركوا في القرار، نشارك يصبح المستهلك كيشارك في القرار. لان من الملاحظ هو ان في حين ان عندنا السوق اللي مكونه من جوج ديال الفئات اي العرض والطلب، واللي خصهم تعامل معهم الدوله على نفس المسافه، ان كما انها كتحمي العارض تحمي المستهلك، كنجبروا انها وفرت جميع الوسائل لحمايه المورد، لحمايه المنتج، لتقويه القوه التفاوضيه ديالو، وبالمقابل ان المستهلك مهمش تماما، لكن ربما لانه المنتجين يعني قطاع مهيكل وكان عندهم طلب وسنوات النضال باش انهم من دور خطا كونوا هذيك من دور خطا، ربما ما عندوش اللي دافع عليه، ربما من دور خطا ربما لانه يعتبر ان المنتج كيساهم في التنميه الاقتصاديه وكيساهم في الميزانيه ديال الدوله عبر تأدياته للضرائب والى اخره، وبالتالي ان هاد الغرف التجاره والصناعه كتمول من داك الضريبه اللي كيخلص المنتج. انا نقول لكم بان المستهلك هو العنصر الاساسي، بحيث كما قلت في جميع المنابر اليوم المنتج ما يمكنلكش يحرك الساكن الا الى جواب على ثلاثه ديال الاسئله. ماذا سينتج؟ ولمن سينتج؟ وكيف سينتج؟ اي في غياب المستهلك لا وجود للمنتج طبعا. نعم. وبالتالي غير باش نزيد ناكد، لان المقابل ان المستهلك كل درهم استهلكه كيؤدي عليه 20% ديال الضريبه الميزانية ديال الدولة. نعم. وبالتالي هو كيساهم بواحد القص كبير. المطلوب فملي كنهضروا على المأساسة هو استعمال جزء من هاد الضريبة على القيمة المضافة لهيكلة قطاع حماية المستهلك. غنبقاو مع مصطفى من بني ملال قبل ما ناخذ مكالمة أخرى. طرح السؤال وقال مسؤولية من؟ يعني الوفاة ديال داك السيد، واش مسؤولية هذاك السيد اللي مات لأنه مشى كلا في مكان غير مرخص ليه وغير في الشارع، ولا مسؤولية هذاك الشخص اللي واقف بدون يعني شروط السلامة الصحية، ولا مسؤولية الدولة اللي ما مراقباش هذاك الشخص اللي كيبيع بدون شروط السلامة الصحية؟ المسؤولية هي مشتركة، إلا جينا نواقع الأمر المسؤولية هي مشتركة ما بين الجميع. المستهلك مسؤول من واحد الناحية، لأنه ما توجهش للمكان الصحيح، نعم، المكان المرخص له. المستهلك ما طلبش الحقوق ديالو، بحيث انه ما طلبش الفاتوره هنا كيكونوا اعذار اخرى بحكم انه الثمن رخيص ومتوفر هذه هذه المسؤوليه ديال المستهلك. المسؤوليه ديال العارض ديال العارض هو انه المسؤوليه ديالو اولا ما اداش الواجبات ديالو، ما خضعش لواحد العذر، وبالتالي يشتغل خارج القانون. نعم. وهنا كتصبح المسؤوليه ديال الدوله، وهي المسؤوليه الاكبر اعتقد اللي عندها يعني الحيز الاكبر، هي المسؤوليه الكبيره، لان هي اللي عندها امكانيه ديال الزجر، وكما لان القانون وضع القانون بلا ما توضع الاليه لتنفيذ هذا القانون كيبقى حبر على ورق. وبالتالي المسؤوليه الثالثه هي مسؤوليه مشتركه من طرف الجميع، هي مسؤوليه ديال الفقر. نعم. والهشاشه اللي كتخلي الناس تلجا لمثل هاد الاماكن، يلجؤون هاد الاماكن. لا وبالتالي القانون بوحده ما كافيش، لابد من برامج شموليه اللي يمكن تخرج هاد المستهلك، تخرجوا من الهشاشه، واللي حتى انه يصبح عنده واحد المدخول اللي كيسمع له مع العين مستدلة. حتى الفقر والهشاشه ربما ماشي يعني عذر، لانه يمكن كيتمشيو للاماكن او للمطاعم اللي مرخص لها ومراقبه، وحتى هي كيوقعوا فيها للاسف مشاكل. ناخذوا علوش من الشاون. اهلا وسهلا سي علوش. اهلا وسهلا. مرحبا سيدي. الله يبارك فيك. تفضل. واش ما كتشوفش الضيف الكريم
انه في غياب الاراده يعني بكل صراحه احنا الواقع اللي عندنا سواء تمأسس يعني الجمعيه ديال حمايه المستهلك او لم تمأسس يعني احنا كنشوفوا الواقع اللي عندنا غايبه فيه الاراده. اللي كتغيب الاراده ما يمكنش تعمل حتى شي حاجه لانه باش نمأسوا ونوضعوا قوانين وربما يكون عندها شي سلطه هذا الجمعيه ديال حمايه المستهلك فخص يكون عندنا اراده لانه حنا كنشوفوا السلع اللي كتدخل ديال الخرده لا من الخارج ولا هاد اللوبيات اللي كتنتج هنا التجاريه في المغرب ما كاينش حتى اراده كتلمح على انه فعلا انه هاد الجمعيه غادي تكون كمكمل وغادي تقوم بالدور ديالها وغادي تعطي الاكل ديالها. ثانيا الفقر قلت مش يعني مش سبب الفقر سبب وما يمكنش نهربوا منه لانه القدره الشرائيه لها ارتباط وثيق بهذه المصيبه ديال الاستهلاك ديالنا اللي كنستهلكوه. ثانيا ما حناش منتجين يعني ما حناش منتجين وحتى المسائل اللي كانت علاش المغرب مفتوح على جميع السلع احنا عام الزيت موجود في المغرب وحنا كنستوردوا زيوت من الخارج يعني علاش كنستوردوا المغرب يعني حول الى مزبله يعني لا في مواد الخرده بجميع انواعها يعني وكتجي هذا الشيء من الجمارك عوض يعني باش تكون المسائل مقننه ونستافد الدوله منها راه كيستافدوا الرشاويه يعني اللي كيشدوا الرشوه الغياب ديال الاراده. اما باش ندوروا في الاسواق راه كارثه انا كنشوف ما عندها حتى معنى الى ما كانتش الاراده الى كانت الاراده يكون كل شيء ما كانش الاراده ما غيكون كل شيء ما كيكون حتى كل شيء دابا المنتوج تعلوش اراده من واش اراده المستهلك ولا الدوله احنا نعم. كنعولوا على الدوله راه الا بقات الدوله ما عندهاش رغب اراده ما يمكن يكون حتى حاجه لانه علاش كتدخل مثلا مواد ديال الصين لاسبانيا او الاتحاد الاوروبي وكتكون عندها واحد الجوده ملي كتدخل المغرب كتدخل نعم سيدي كل يعني ما فيها ما دون جوده ما يلبق. شكرا سي علوش من الشاون. تفضل استاذ العربي الهمي. شكرا سي علوش. والجميل انه الناس كتتكلم بحرقه وفاهمه الوضع. هنا كنت بغيت ندير ان كاينه واحد النقطه هو ان ملي كنقولوا المؤسسه ديال حمايه المستهلك على اساس ان المستهلك يصبح عنده واحد المرجع عند من يمشي ولمن لمن يقدم الشكايه ديالو واللي غيسمع له. وثم ان ملي كنقولوا حمايه المستهلك مؤسسه حمايه المستهلك مؤسسه حتى العمل ديال هذه الجمعيات معنى انه ماشي الجمعيات هي اللي غتولي مؤسسات لا خلق مؤسسات تعنى بحمايه المستهلك او كتشتغل بتنسيق مع المجتمع المدني كتشتغل مع هي منبثقه من المجتمع المدني نعم كغرف لحمايه المستهلك ملي كنقولوا غرفه ديال حمايه المستهلك عندها ثلاثه ديال 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 الميادين ديال الاشتغال لا فورماسيون لانفورماسيون لا ميزو ريلاسيون الاخبار والتكوين لان المستهلك الا ما كانش مكون ما غاديش ما يعرفش فين يمشي ثم توجيه المستهلك فين خصو يمشي فين عاد من خصو يمشي على النقطه الثانيه ملي كنقولوا الاراده هنا فعلا الإرادة ديال الدولة فخصها تكون لأن ما بالإرادة ديالها أنها تشجع المنتج ملي كنقول المنتج أو المورد معنى أن اللي كيقدم البضائع ديالو للمستهلك خا هنايا راه مكاتب حفظ الصحة موجودة في جميع التراب الوطني ما كافياش دابا ولكن ما كتلقاش فيه يعني ناس واش المستهلك واش القفة ديال المستهلك فيها غير الماكلة الماكلة ما هي إلا جزء من الاستهلاك ديال المغربي بحيث أن غير دابا وأنا داخل اتصلوا بيا ناس من وزان فيما يخص واحد الجزيئة وهنا الميدان العقاري اللي فيه واحد الفوضى عارمة والمستهلك من جهة ما عرفش الحقوق ديالو ثانيا ما عندوش فين يمشي اليوم واحد العدد ديال الخروقات اللي كتلاحظ واللي الناس كيتشكوا منها ما عارفينش فين يمشيو نعم وحتى ملي كيهتديوا للجمعيات
دورها هو دور محدود، دور استشاري. يعني من بعد فين غنمشيو؟ مازال هذه الجمعيات ما عندهاش ما عندهاش داك الصبغه، الصبغه ديال لوتيليتي بوبليك، ديال المنفعه العامه، رغم ان القانون كيقرا وكيقول بان خاصها تكون، مازال ما كايناش، حتى انهم يمكن يمثلوا المستهلك امام المحاكم للاخذ بيدهم والاخذ ديالها. وبالتالي كيبقى ان الدوله هي اللي كتحمل العبء الكبير والجزء الكبير من المسؤولية، خاصة تخلق مؤسسات باش يمكن لها تساعد في هذا الاتجاه. نعم. إذن دائما كنذكر المستمعين برقمنا الهاتفي للتواصل معنا 0537 70 59 39. غنرجع لكم بعد هذا الفاصل الغنائي. 11 ليوم الأربعاء عبر اللقاء المفتوح يكون مع المستهلك، واليوم كنصادفوا الأستاذ العربي أمهين، الأستاذ بجامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، شعبة علوم التدبير، وتنتمون أيضا للمجتمع المدني من خلال رئاسكم الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوزان، ومن خلال عضويتكم في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. حديثنا اليوم عن مؤسسة حقوق المستهلك. نقوم على المكالمة إذا سمحتي أستاذ. ناخذ الحسين. أهلا وسهلا سي الحسين. سي الحسين في الراديو. ألو، السلام عليكم أختي. سي الحسين سكت، بدأت تستهلك الراديو بشكل جيد، بدأت تطفيه. وخلينا نمسك. تفضل سي الحسين. ألو أختي هنا. مرحبا، الله يبارك فيك. مرحبا بالضيف الكريم. أهلا وسهلا. تفضل سيدي. الله يبارك فيك أستاذ. الله يخليك أستاذ، عندي واحد الاقتراحات غنقولهم. السؤال الأول، ذاك الفاكتورة اللي كتاكل وكيعطيك واحد الفاكتورة ياك. ذاك الفاكتورة شحال ديال المدة باش كتبقى صالحة؟ نعم. ليس لو وقع شي مرض ولا شي حاجة، شحال ديال المدة كتبقى صالحة؟ ياك. سؤال ثاني، علاش ما عندكمش واحد التلصيق ياك ما بين الجامعات المحلية وما بين السلطات المحلية وما بين المحكمة والداخلية؟ حيت دونك ثمانية كتوقف على شي واحد كتقول له الله يخليك ممكن ندير واحد المراقبة، على الأقل يقول لك اعطيني عافاك ترخيص. إذا ما عند رئيس المحكمة ولا ما عند الوكيل المالك. نعم. عاد مش ممكن دير معاه شي تحقيق ولا شي حاجة. شكرا جزيلا سي الحسين من الرباط. إذن هو ربما المسألة الثانية التنسيق راه هو ما نبحث عنه من خلال المؤسسة، ولكن نجاوبوا على المسألة ديال الفاتورة. الفاتورة المدة ديال الصلاحية ديالها راه على الأقل واحد 15 عام، إذا ماشي مشكل. الفاتورة راه، ولكن أنا مشيت كليت في واحد المطعم وجاتني ومرت من دابا 15 عام، ما غنحسبهاش على المطعم. أنا كنهضر على المدة الصلاحية القانونية. مدة الصلاحية ديال الوثيقة اللي مكتوب في الدستور. أما فيما يخص الفاتورة هي وثيقة أساسية ولكن غير كافية. نعم. لأن يجب إثبات العلاقة ما بين داكشي اللي تنكل والمعاناة اللي كيعاني منها المستهلك. لأن الوثيقة ما يمكنش تقول أن فعلا هذا المرض اللي وقع أو هذا التسمم اللي وقع هو ناتج على هذا المكلة. الوثيقة أو الفاتورة كتبت بأنك كليتي تما، وكيبقى على المختصين التشريح، هو اللي كيمكن له يحدد العلاقة ما بين داك المادة المستهلكة والنوع ديال التسمم. إذا ما وصلناش للتشريح وكان الشخص يعني الحمد لله تشافى وبرا، ما خاص الإثبات. ما يمكنش نجيو حنا عاوتاني، كيكون صعيب عاوتاني. واش ملي مشى للطبيب تعطات له وثيقة بأنه راه فعلا داك المكلة هي اللي سبت له داك الألم؟ هذيك هي الوثيقة اللي كتبت الضرر. لأن ما يمكنش الفاتورة ما كتبتش الضرر، الفاتورة كتبت العلاقة ما بين المستهلك والمورد. إذن هنا الطبيب ممكن يعرف أنه راه المكلة داك السيد ولا. هذا هو الاختصاص. بالنسبة للمعاينة، المعاينة ممكن تكون أن أي واحد تضرر او شاف شي حاجه ماشي هي هذيك، كيمكن له يستعين بعون قضائي ويمشي ويدير المعاينه ديال هذاك المكان وداك الشيء اللي كيتباع فيه وكيفاش كيتعمل. هذه وثيقه يمكن يستعين بها. فيما يخص التنسيق، التنسيق كيبقى حاليا حنا كنطالبوا بالمؤسسه حتى يعترفوا بنا كمؤسسه اللي كتمثل المستهلك وتعطى لها القوة
والقوة اللازمة أنها تكون مصدر قرار وأنها تشارك في اتخاذ القرار، عادي ننسقه مع عمرها ننسقه. أنا كتبقى حتى في التنسيق ديالنا حنا تبليغ كنبلغوا بواحد الشكاية معينة، أما القرار يتخذ عند الإدارة. حنا كنقولوا أن المستهلك خصو يساهم في القرار، كما المنتج كيساهم في القرار عبر الغرفة التجارية وعبر الجامعة المغربية للغرف التجارة والصناعة وعبر الغرفة الثانية في البرلمان، لأن المنتج هو ممثل في البرلمان. المستهلك لا وجود له إلا قدام المنتج، وقت كيكونوا هنا رؤساء الجماعات والمنتخبين هما اللي كيمثلوا الشعب، ما كيمثلوش المستهلك، هذو كيمثلوا الأحزاب السياسية، كيمثلوا الأحزاب السياسية فعلا تهما كيحملوا الهموم ديال الشعب، وكيمكن هذا حسب كل واحد حسب المنظور ديالو حسب القناعات ديالو. نعم. وكاين عاوتاني غير تجار الانتخابات وهذا الشيء راه ما يمكنناش نغطيو الشمس بالغربال. ولكن المستهلك كتمثيليه حقيقيه واضحه قانونيه لا وجود لها حتى في شي مؤسسه، وسيما في المؤسسة التقنية، رغم أن الدستور كينص على المجلس الأعلى للمستهلك وما كان عليه التعامل. وقانون حماية المستهلك اللي تصادق عليه بعد ما يعني بقى سنين في قانون البرلمان، كما قلت هذا هو أن كان مجموعة ديال النصوص اللي كتحاول تساهم في حماية المستهلك، ولكن في غياب مؤسسة مختصه في هذا المجال هذا كيبقى ان شكون اللي غيحرك الدعوه؟ ها القانون شكون اللي غيحرك الدعوه؟ اذا كيفاش انتم كتشوفوا كمجتمع مدني هذه المؤسسه وكيفاش كيخصها تكون كقوه اقتراحيه من عندكم ومن هذا المنبر؟ غادي نشوفوا معك بعد هذا الفاصل الاشاري. Depuis toujours, Maroc Télécom innove et réinvente constamment l'internet mobile. Aujourd'hui, Maroc Télécom lance la 4G+ et vous fait profiter du meilleur débit. Surfez, téléchargez et partagez vos vidéos et fichiers à une vitesse exceptionnelle. L'expérience unique du très très haut débit, gratuitement et sans changer votre carte SIM, c'est seulement chez Maroc Télécom. Vivez l'Internet à la vitesse 4G+ de Maroc Télécom. Le leader des télécoms vous offre toujours le meilleur. إذن أستاذ العربي أمهين، مؤسسة لحماية المستهلك ترقى لحماية وتوجيه وإخبار وكل ما يتعلق بالمستهلك، كيف ترونها من منظوركم أنتم كمجتمع مدني يجب أن تكون؟ كخص أولا الموافقة على المبدأ ديال تكافؤ الفرص. السوق هو سوق هي سوق حرة. نعم. معنى أن السوق اللي كيتحكم فيها العرض والطلب. الدولة كما كتعامل مع العرض خصها تتعامل مع الطلب. إذا كانت فكرت ووضعت آليات لحماية العرض وتشجيعه، فنفس على الأقل نفس العمل خصها يكون بالنسبة لنا. كنت تفكر في المستهلك أن وضع غرف محلية إقليمية جهوية، ثم تمثيلية المجتمع، تمثيلية المستهلك في مراكز القرار. هذه هي الطريقة اللي يمكن أننا نسمع الصوت ديال المستهلك. مراكز القرار مثل ماذا؟ مثل البرلمان؟ مثل البرلمان. هذا تما في كاين القرار. لأن ملي كنهضروا حدا على قانون المستهلك، هذا قانون حماية المستهلك تعمل في غياب التمثيلية ديال المجتمع المدني. تمت الاستشارة ديالو هكذا محتشمة، شاركنا بعض المقترحات، ولكن كتبقى مقترحات عجبتهم غياخدوها، ما عجبتهم غيروها. لا، ما عندناش واحد ملي كنقول ما عندناش، أن المستهلك ما عندوش شي ممثل ديالو اللي يمكن يدافع على الرأي ديالو. نديرو حزب ديالو. حزب حماية المستهلك. لا، الأحزاب موجودة وكافية، وبالعكس خصنا التقاطب ان تقليص هذا العدد ديال الاحزاب باش تكون قوه ديال هذا. ناخذ سي مصطفى نشوفوه ماذا يقول ايضا في الموضوع. اهلا وسهلا بمصطفى. سي مصطفى مرحبا. ألو. كنسمعوك تفضل. الو كنسمعوك سي مصطفى تفضل. لا لطفي لطفي مرحبا. عفوا تفضل سيدي. عفوا لا شي مازال كاين. المهم انا كنشكركم كاملين
نظر الأهمية اللي كتعطيوها للمستمعين ديالكم. مرحبا سيدي، فقط إلا سمحتي تقولنا منين مدينة؟ أنا من مراكش. من مراكش، تفضل سيدي. الله يخليك الأستاذ اللي معك. نعم. بنقول له راه ماشي المؤسسات اللي خصونا. بنقول له راه المؤسسات خصها تشتغل. نعم. واش المؤسسة ديال البرلمان قائمة بالواجب؟ المؤسسة ديال الأمن المكافحة الغش قائمة بالواجب؟ حنا غير نكدسوا في المؤسسات؟ نعم. غير نديروا المؤسسات؟ سنتعاونوا كاملين على واش دير الفراشة غلبهم؟ سدوا الطرقان؟ الراجل قال لي تيبعوا الجيفة وهذاك ما استطعتوا ما استطعناش نقاومهم. علاش حنا نبقاو المؤسسة قرأنا بعدا المؤسسات اللي قائمة تشتغل بعدا؟ تقوم واجبها بعدها ونزيدوا مؤسسة تدخل إلا كنا في حاجة اليوم. احنا خصنا نتعاونوا كاملين على بلادنا اللي نولدين فيها أولادنا وكنولدوا فيها أولادنا. نعم. خصنا نتعاونوا كاملين على النهضة. احنا دولة منامية، إذا كنا دولة نامية خصنا نتعاونوا كاملين، كي الصغير كي الكبير كي الصغير، ماشي كل واحد من رجال نظر ويعطي ويمشي. احنا نتعاونوا ونموت ونتفقسوا. واش الإنسان داروا الناس بداو تاخذوا حقهم بيديهم؟ راه ماشي معقول. نعم. أما القضية ديال البنات ديال إنسكان ركشتو الأشوقة. نعم. ديال الطاكسي ديال راسو. احنا ما خصناش ناخذوا حقنا بيدينا، خص المؤسسات تقوم بالواجب ديالها. لك مرحبا سيدي. مرحبا، شكرا على المداخلة. أستاذ العربي أمهين، ما كتشوفوش بأنه إلا خدينا الطرح ديال السي لطفي؟ نعم. بأنه كاينة مؤسسات وكيخصها تشتغل، فباش عاوتاني نعملوا مؤسسات أخرى هاد المسألة ماشي بيدينا، فإحنا ما كنغيروش، كنغيروا الأشياء اللي بيدينا. في نظركم ما كتشوفوش بأنه الاتجاه الآن هو توعية المستهلك؟ شكرا شكرا. ملي كنقولوا كاين مؤسسات وخصها تشتغل، هذه ضروره. بل سي لطفي تار واحد المساله اهم، وهي اولا الاخلاق. نعم. لان ملي كنجيو نشوفوا هذوك المجازر وهذوك الناس اللي كيجيبوا الجيفه ولا كيبيعوا الجيفه ولا نعم، هذاك راه القانون يعني راه كيجرم هذا الشيء هذا حاليا. نعم. ولكن واش هذا القانون قدر انه يحد من هذا العمل؟ شكون شافهم؟ معنى ان كاين شي حوايجات اخرين اللي هما اكثر من القانون واكثر من اللي هي الاخلاق، اللي هو الالتزام، اللي هو حب هذا الوطن والحب والالتزام من طرف الجميع، لا المراقبين ولا حتى المنتجين، الجميع. نعم. اذا كاين هذه المساله هذه اللي هي اخلاقيه، واللي يمكن وهنا كندخلوها في الخانه ديال الاستهلاك الغير المادي، لان ملي كنقولوا استهلاك الثقافي، استهلاك الايديولوجي، استهلاك هو كيكون عنده، هو اللي يمكن يصلح نوعا ما هذا المجتمع. اذا هنا كنرجعوا لتوعيه المستهلك. اذا لانه هو لتوعيه المستهلك. كنقول الاخ الكريم ان المؤسسات الموجوده ماشي هذا هو الهدف ديالها. هي قائمه بالواجب ديالها تجاه المورد، انها وعات المورد بما فيه الكفايه، علماته كيفاش يبيع ويشري، علماته كيفاش يحصل المستهلك، علماته كيفاش يوصل للجيب ديال المستهلك. ولكن ما عندناش مؤسسات اللي كتحمي هذا المستهلك، اللي كتوعي هذا المستهلك، اللي كتقوي القدره التفاوضيه ديال المستهلك. هذا هو اللي كنقولوا ليه باش يمكن المؤسسات يشتغلوا خصهم بعدا اولا يتواجدوا. حنا ما عندناش مؤسسات رسميه، مؤسسات اللي عندها داك الصبغه التقريريه واللي تهتم بحمايه المستهلك. هذا علاش كان من هنا كنطلق وكنقول يجب مؤسسه حمايه المستهلك، وهذا مطلب مشروع. غير حاجه هو ان ربما حنا كنقولوا اننا متاخرين واننا في التنميه. نعم. فيما يخص حمايه المستهلك، منظومه حمايه المستهلك على الصعيد العالمي استهلكت. بمعنى ان تجاوزت، لان هذا المشكل كيعاني فيه منه المستهلك على الصعيد العالمي، بحيث ان الجمعيات ورغم ان كانت كتحظى بواحد الدعم ديال الدوله بالنسبه على الصعيد العالمي، هذه الطريقه ديال التعامل اصبحت الفعاليه ديالها محدوده، اكل على يد الدهر وشرب. بالتالي ملي كنقولوا مؤسسه حمايه المستهلك، غرف
خلق غرف لحمايه المستهلك، هذا مطلب اللي مش من عندنا وكنا السباقين اللي طرحوا. باش ناخذوا الطرح ديال سي لطفي نقولوا خلق غرف ولكن تكون ذات فعاليه ومشتغله بشكل اكثر. ماذا انا اللي كان نقول هو ان هذا الطرح، هذا الحل اللي اقترحناه هنا في اطار الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك، تبناته مؤسسه عالميه وغاديه في الاتجاه ديال التطبيق ديالو، وحنا غنبقاو ان نوليو حتى حنا تا غيصغبوهما عاد غنمشيو نقلو منهم. مؤسسات عالميه مثل بعض الدول مثلا، واللي دابا راه مجتمعه في اكادير واللي كتناقش واللي غيتطرح في هذا المشروع ديالنا ديال خلق غرف لحمايه المستهلك. وكاين مؤتمر ديال حمايه المستهلك، شبه مؤتمر، كاين واحد التجمع في اكادير اللي مشاركه فيه تا وزاره التجاره والصناعه. نعم. واللي غيتم فيها الطرح ديال هاد المشروع هذا، واللي اذا الخير امام ان شاء الله. كنت كنتمنى اننا ما دمنا احنا السباقين في الطرح ديالو انه تنجز عندنا، يبدا من المغرب، ولكن كنظن اننا غنخليوه حتى يوجد في جهه اخرى وغيمكن نقلوه وغنتسماو حنا غير كنرجعوا دائما مسألة احنا اننا واخا نقلوا الاشياء من دول اخرى، واش مجتمعنا مستعد انه يتقبل هذه الاشياء؟ واش وعينا المستهلك الحقوق ديالو؟ راه المستهلك ملي كيجي لعندكم، وهذه شكايه من عندكم انتم، ما كيبغيش حتى يعطي الاسم ديالو، وما ملي كتقول له اكتب لي شكايه او لا انا نكتب لك شكايه بالصيغه اللي المناسبه وسني لي عليها، ما تيبغيش. كتعانيوا من هذا الشيء ولا لا؟ هذه مساله ديال كتفوق حماية المستهلك هي ثقافة. نعم. ثقافة، واللي ملي كنقولوا ثقافة أنه هو منتوج تاريخي واجتماعي. نعم. حنا عشنا واحد المرحلة اللي كتسمى مرحلة الرصاص ومرحلة القمع ومرحلة أن وأن بحيث أن حتى واحد ما كيقدر يتكلم. اليوم رغم الانفراج راه بقى تأثيرات، يعني المجتمع كيتغير عبر مراحل ما بين المواطن والمؤسسات ديالو، رغم انها مؤسسات اللي من المفروض انها منبثقه منه. لكن حتى الثقه في المجتمع المدني حتى هي مازال ما مفهومش شنو كيدير المجتمع المدني. لان مساله ديال الثقه، وهذه الثقه كتقتضي واحد المرحله ديال البناء. احنا في مرحله بناء الثقه. نعم. ما بين المجتمع بالمكونات ديالو كامله. نعم. فالاخ ملي كيجي وكيقول اننا عندنا مؤسسات وما كذا، هذا نوع من عدم الثقه. ولكن عدم الثقه في الدوله، عدم الثقه في الكل. نعم. الثقه ما بيناتنا بقى ما كايناش. كلمه اخيره استاذ. نعم. العربي امين. نعم. الكلمه الاخيره هو ان كنتمنى ان المستهلك يتحلى بواحد النوع من اليقظه، وملي كنقولوا حمايه المستهلك كنقول اننا حمايته من نفسه اولا وعاد من الغير. حمايته من نفسه هو انه يعرف يختار عند من يمشي، يعرف يدافع على الحقوق ديالو. شعارنا ان المستهلك خصو يتشرط، والحق يؤخذ ولا يعطى. طبعا ها حقك إلا عرفتيه ديه. هذه هي بصفة عامة السلوك السائد. نعم. ونقطة أخيرة هو أن في انعدام في إطار انعدام الثقة ما بيناتنا، راه ما يمكنش نزيدوا القدام. الثقة ضرورية خاصها تبنى شوية بشوية، خصنا نثقوا في المؤسسات ديالنا اللي كنقول أنها فيها نوع من الفساد. لأن هذاك الفساد راه منتوج تاريخي. ولكن ثقة ضرورية ومع محاربة ذاك الفساد على أساس أن تصبح المؤسسة فاعلة وتوصل أننا نحقق الهدف المنشود. ونتمنى أن من هذا المنبر أن هذا المشروع ديال مؤسسات حماية المستهلك يسموها اللي بغاو، قدروا هما يبغيو يخلقوا شي حاجة أخرى من غدا. المقصود عندنا هي الفكرة، خلق مؤسسات تعنى بحماية المستهلك وتكون مؤسسات تقريرية كتمثل المستهلك في جميع المنابر حتى يسمع الصوت ديالو ويوصل لتقوية القدرة التفاوضية. لأن القدرة ديال التفاوضية ديال المستهلك هي قدرة هشة. نعم. بحيث أنه ما كيقدرش يدافع لا على الثمن لا على الجودة
لا على شروط البيع غالب داك العقود ديال البيع هي عقود إدعان. الا جينا نشوفوا من ابتداء من العقار, انت كتمشي عند تجزئه كيعطيك عقد واجد كيقول لك سد منك, كتمشي تاخذ كريدي خاص كيعطيك عقد واجد كيقول لك سيني. هادو عقود إدعان. اذا اشياء كثيره, اشياء كثيره و... نعم. شكرا جزيلا الأستاذ العربي أمهين, الأستاذ الجامعي رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بمدينة وزان وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. كيف كنقولوا دائما تضم أكثر من 50 جمعية مغربية. هكذا كنختم معكم حلقة اليوم من برنامجكم اللقاء المفتوح, وفي ختام اللقاء لكم تحية زملاء عبد الرحيم وبشرى بن عقاف الهندسة الإذاعية, حافظة المحمدي في الإخراج, حليمة البوبطي كانت معنا في المحافظة والتنسيق, مني هناء العيدي أجمل وأحلى وأزكى وأعطر وأخلص وأكبر وأروع وأحلى تحية. شكرا على المتابعة, إلى اللقاء.